تشهد بلدان اللجوء عدة نشاطات ثقافية سورية. ففي هولندا أقام البيت السوري الهولندي مناظرة وعرض عددا من كتب الباحث والدبلوماسي الهولندي نيكولاس فان دام والمفكر السوري برهان غليون. تم عرض مقتطفات من الكتابين من قبل مؤلفيها، تناولا الحديث عن جذور وأسباب الأحداث التي حلت بسوريا منذ بدء الثورة وكذلك أفاق حلها في الوقت الراهن. تخلله نقاش مع الحضور. مزيد في هذا التقرير الذي أعده مراسلنا شيروان ملا إبراهيم من هولندا. تدمير وطن للمفكر الهولندي نيكولاس فان دام وعطب الذات للسوري برهان غليون، أبرز كتابين تم مناقشتهما في مناظرة علمية بحضور مؤلفيهما. فقد أقام دار البيت السوري بمدينة ساسنهايم في هولندا هذه المناظرة ومناقشتهما بشكل مباشر مع الحاضرين الذين ركزوا على أسباب الدعم الروسي والإيراني للنظام وما قابله من غض نظر غربي عما يجري. أعتقد بأن السياسة الأوروبية أدت والغربية أدت والعربية أدت إلى عدة مشاكل أو أزمات، بالأول اللاجئين، بعدين الإرهاب، بعدين عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط. فالنوايا حسنة، ولكن ما في فائدة من النوايا الحسنة إذا ما في نتائج. عقود من الكبت السياسي والاجتماعي الذي وضعه نظام الأسد وحالة الشقاق في المجتمع السوري والتي أصابت حتى القوى المعارضة كانتا حيزا كبيرا في عرض المؤلفين لكتبهما، على اعتبار ما حدث كان ضرورة لتغيير تاريخي ونتيجة لمحاولات سلب إرادة السوريين. نحن مشكلتنا اليوم هو أنه قوتنا نحن اللي معارضين للنظام، سواء كانوا سوار ولا معارضة قديمة إلى آخره، مفرطعة مثل ما بنقول أو مفتتة مشتتة ومفرد ومقسمة بدل ما تجتمع. الصراع هو اليوم كيف نجمع هالقوة من جديد مشان نستمر ونخلق ديناميكية جديدة لتعبئة شعبية من أجل تحقيق الأهداف اللي ماتوا من أجلها مليون شهيد. ندوات وملتقيات ثقافية أو بحثية تتناول مناقشة الأحداث السورية منذ سنوات في كل مكان، وفي حين يركز باحثون كثيرون على الأسباب وشرحها إلا أن أصوات أخرى تنادي بضرورة طرح الحلول أيضا. هذه الحرب لديها أيضا تفاصيل كثيرة مررنا بها كلنا كسوريين ومررنا بحكاية كثيرة، وهناك تفاصيل المقاتلين والمسلحين والنظام وكل ما زال. إعادة تأطير هذه الإشكالات والتفاصيل هي جزء مهم جدا. أفلام ومسلسلات وكتب كثيرة صدرت حول العالم للتحدث عما يجري في سوريا، كلها تسلط الضوء على مآسي شعب لم تتوقف إلى الآن ولم تكن أحداثا مضت بل ما تزال مستمرة أمام العالم الصامت. شيروان ملا إبراهيم، تلفزيون سوريا، هولندا، ساسنهايم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من هولندا الجرماني وهي إدارية في دار البيت السوري الهولندي. مساء الخير لإلك أستاذ. مساء الخير. أهلا، مساء النور، أهلا فيكم. بداية معك، يعني كيف بتقيمي اليوم النشاط الثقافي السوري في هولندا؟ النشاط الثقافي السوري في كتير محاولات من زمان بلشت، من أول ما بلشت حالات اللجوء لهولندا في كتير شباب وصبايا ورجال ونساء، يعني كلهم حاولوا أنه يعملوا شيء. في فترة من الفترات اهتموا بالموسيقى والغناء، بالرقص المولوية كتير انتشر بهولندا، يعني بسبب وجود رقص مولوي محترف في هولندا. اهتموا أيضا بالدبكة السورية وعملوا ورشات يعني ورك شوب لتعليم الهولنديين الدبكة شعبية لحتى يدخلوا بكيف هو نوع الرقص اللي عندنا أو حركات الجسد. كثير في مبادرات جميله ثقافات يعني السورية بشكل عام. تمام. في وفي كان مبادره شعر عدنان العودي الرواق في روتردام، كمان هي مبادره كثير مهمه. كان في كثير يعني في مبادرات ايضا تخص الاكل والشرب وهي المهرجانات اللي بتصير تبع الاكل والشرب، يعني في تبادل ثقافي عم يحاولوا يشتغلوا عليه. في اهتمام بالمطبخ السوري بهولندا؟ في
طبعا طبعا طبعا. نعم طبعا. بنفس السياق اللي ذكرتي كان من أيام في معرض للكتاب العربي بهولندا، لو تحكينا كيف كان إقبال الناس على هذا الموضوع؟ معرض الكتاب اللي بخص اللي انعمل بالبيت السوري بهولندا هو معرض كان قيم من ناحية جودة الكتب ذاتها، لأنه كانت الكتب جاية من دور النشر الأصلي وليست كتب منسوخة أو مطبوعة أو ما ذلك، كانت كتب أصلية يعني جاية من دور النشر، فأنت بتلمس ورق حقيقي مطبوع بطباعة أصلية بغلاف أصلي يعني، فهذا كان جديد وجميل جدا يعني. أضف إلى ذلك تنوع العناوين يعني، كان في 4000 عنوان، وأدهشنا هذا الشيء بأنه لقينا في كتب بالنقد بالاستشراق بكتب جديدة هلأ عم تصدر بأوروبا مثلا 6 شهور تم ترجمتها وجلبها لهون يعني، روايات لروائيين مشهورين مثل سليم بركات أو مثل خالد خليفة، وكتير أسماء مهمة بالوطن العربي كمان كانت موجودة كاملة على الطاولات، فكان وفي كتب للأطفال كاملة كمان، كل شيء بدك إياه من كل دور النشر تهتم كتير كتير حلو الأطفال. خاصة أنه أوقات الإنسان العربي يعني بيحاول يلاقي كتاب يعني يكون حميم وباللغة العربية، في تعطش كمان بأوروبا للكتب العربية. صحيح. طب نحن هلأ شفنا بالتقرير أنه كان في مناظرة بين المفكرين نيكولاس فان دام وبرهان غليون، إلى أي حد بتساهم هاي الجلسات بفهم ما يحدث داخل سوريا أو قراءة الحدث السوري بشكل عام؟ هلا الكل بعتقد ما في سوري يعني مهتم الا وهو بيعرف شو صار بسوريا وبيعرف الشكل العام شو عم يصير، لكن احيانا دخولنا في التفاصيل بتضيع لنا الرؤيه العامه والشامله للاحداث بشكل عام لحتى نعيد تأطيرها بسياق الطبيعي اللي صار يعني. لذلك حلو ومفيد مثل هيك نوع من الجلسات انه يلتقي بمفكرين كبار، مثقفين، سياسيين، دبلوماسيين، لحتى نعيد تأطير الأحداث الصغيرة، التفاصيل، ليش هيك صار، ليش وصلنا هون، وبالتالي إعادة قولبة ما حصل في نطاق ثقافي وليس نطاق نقمي أو ثأر فقط، لأنه أكيد في كل سوري في بداخل حزن أو رغبة بالثأر ما أو هيك، ولكن إعادة تأطيره ثقافيا لحتى مثل ما قال برهان غليون، إحنا هل نحن الآن بنطالب أو نأمل بثورة جديدة أم أن الناس قد تعبت، فإذا ما هو الحل؟ الحل هو أن نبدأ بقراءة ما حصل من جديد، لذلك هو كتب كتابه عطب الذات لإعادة قراءة أنفسنا وما حصل معنا ونقد أنفسنا ونقد تجاربنا، مثقفين، سياسيين، إداريين، حتى مقاتلين في الجبهات، وإعادة صياغة ثورة جديدة ذات رؤية فكرية وطابع إنساني أكثر مما حصل يعني. بعتقد كنا بنحكي عن الحضور اللي حضروا هاي المناظرة، هل اقتصر على السوريين أم هناك وجوه عربية وغربية كانت؟ كان بالنسبة لنا، أنا حكيت حتى بمحاضرة قبل عملناها كان اسمها قارئ وكاتب، أنه مدهش أنه بأول نشاط بهذا الحجم في شيء اسمه كسر أفق توقع المتلقي، كنت أنا المتلقي كسر أفق التوقع تبعه، بأنه كان في حضور من جميع الجنسيات العربية يعني كان في مغاربي، كان في يمنيين، أريتريين، مصاروي، سودانيين، يعني كان شيء جميل، كان تلون جميل وتنوع جميل، أطفى مزيد من الأفكار في الجلسة السابقة. وبهاي الجلسة كمان حضروا نفس الأشخاص، كل من كل بلد فيه ثورة، من كل بلد فيه وجع عم يمر بحالة مثل السودان، وكان في ناس من السودان حاضرين، ناس من المغرب كانوا حاضرين، الجزائر كمان يعني، حتى بسوريا كل الأطياف كانت موجودة، السورية كانت موجودة، وهذا شيء جميل. وناقشوا بكل حرية وبكل رحابة صدر، وتم كمان استيعاب كل ما تم طرحه ووضعه في سياقه السياسي والثقافي أثناء النقاش أو الأسئلة والأجوبة بين الدكتور برهان والدبلوماسي نيكولاس والجمهور. طيب برأيك أستاذة آراء، شو هي أهمية هاي النشاطات الفكرية ببلاد اللجوء، وعموما ماذا عن المشهد الثقافي السوري في هولندا؟ اللي حكيناه من شوي عن أنه بهولندا كتير صار في أنشطة ثقافية، ونفس الوقت كمان فينا نحكي عن الجانب الآخر اللي هو التفتت المجتمعي اللي حاصل هون، ومرور السوريين بشكل عام وين ما بتروحي أو وين ما بتتابعي على صفحات الفيسبوك. يعني أنا بالأساس عم اشتغل على الفيسبوك وعلى دراسته على أساس هو الشارع العام، يعني عم بقرأ بشغلي أثناء عملي بقرأ هاي التوجهات الموجودة على الفيسبوك،
ففي شيء اسمه تفكك مجتمعي وفي شيء اسمه مرور المواطن السوري بقلة الثقة مو بس بنفسه حتى بالآخر أيا كان هذا الآخر. الإيمان بالمؤامرة الكونية هو مو بس حديث النظام نظام الأسد، لا هو كمان موجود بكل عقلية سورية للأسف تم زرع على مدى 50 سنة في أذهاننا، إضافة إلى اشتغال النظام على قضية هز ثقة المواطن بنفسه لدرجة أنه لا يعتقد بأنه قادر على القيام بشيء أو جاره ممكن يعمل شيء من دون ما يكون في وراء شيء جهة داعم كبير، إما مافيا أو موساد أو يعني هذا التفكير صار موجود بالذهنية السورية. لذلك بحاجة مثل هاي القراءة بحاجة إلى إعادة تفكيك وإعادة بناء جديد تقوم على لم شمل كل المثقفين الموجودين حاليا والمفكرين السوريين والعرب، وإعادة بناء خلايا مجتمعية صحية، إعادة ثقة المجتمع بذاته، إعادة ثقة الشخص ذاته بذاته، إعادة جوهر كتير قصص موجودة بحياتنا مثل الزواج والطلاق اللي عم يصير، إنه إعادة هاي المنظومة إلى المنظومة منظومة الأسرة إلى نطاقها الأساسي. لماذا يحصل الطلاق في أوروبا؟ لماذا يحصل الطلاق في سوريا؟ لماذا؟ إعادة هذا الشيء إلى مفهومه العلمي، لأنه دون دراسته بحثيا وعلميا ستبقى الأشياء على شكل اتهامات وإهانات وانتهاكات لحقوق الأشخاص وحرياتهم الشخصية. فنحن بحاجة ليس فقط تبادل ثقافي مع الهولنديين وأكل وطبخ ورقص وكذا، نحن بحاجة إلى زخم علمي وأكاديمي يعيد خلق هذا المجتمع بطريقة صحية. نعم أستاذ أراء، بالنسبة للإعداد والتجهيز لمثل هذه النشاطات الثقافية في هولندا، هل هناك معوقات أم يوجد دعم خلينا نقول حكومي أو حتى من المنظمات الهولندية؟ هلأ هذا النشاط بالذات رح أحكي عنه، هو تم بطريقة كتير عفوية. يعني نحن كنا عم نحضر بمكان ما معرض وشفنا دار صفحات إنه بدهم يعملوا معرض بهولندا، فقلنا لهم تفضلوا تعالوا على هارموني وعملوا فيها المعرض تبعكم مجانا، يعني لأنه نحن حابين ينتشر الكتاب العربي بين السوريين اللي هن فاقدين لهذا الكتاب. فكان هي مبادرة من البيت السوري بدعم من منظمة هارموني. أثناء التجهيز للمعرض قلنا ليش ما نعمل شيء إنه البيت السوري يصير معروف شوي، بدل ما ضل أنشطته بسيطة ويعني كتير بسيطة كانت وعفوية، خلينا ننظم شيء. ففعلا خلال 10 أيام كان مطلوب منا ننظم كل شيء وبشكل سريع، ونعمل لافتات ونعمل بروشورات وننظم كل حدث وكل ملتقى ضمن جدول محدد، ونترجم ونبعث للصحف الهولندية ونحط على الفيسبوك فكان ما في مجال لأنه نطلب أي شيء اسمه تمويل للأسف. فكان هو عبارة عن جهود متطوعين شخصية أفراد، وفقط المكان هو كان متاح لنا بسبب وجود هارموني إنه أتاحته لنا كتبرع يعني مجانا. طيب إذا نحكي عن، بما أنك عم تحكي عن تجارب متعددة بالفترة السابقة، إذا نحكي لقدام عن المستقبل، هل تتوقع إنه يصير في تطور لهي المشاريع والأنشطة بدار السوري الهولندي؟ أو مثلاً في تشبيك يصير مع جمعيات ومنظمات سورية ممكن أو عربية أخرى؟ هلأ هذا لازم يصير، لأنه كل واحد منا اللي يشتغل بهذا الملتقى هو عنده عمل، عنده وظيفته، فما ممكن يترك عمله اللي هو عم يجيب له مردود مادي لحتى يشتغل عمل تطوع مجاناً ويرجع المساعدات بالدولة، يعني هذا ما له منطقي بصراحة. فلذلك احنا لازم نسعى وراء التمويل حتى نقدر نجيب اشخاص يشتغلوا بمردود مادي، هذا كتير مهم وضروري بالمرحله القادمه. من خلال عملي انا سابقا كنت اشتغل انا اسست قبل منظمه اسمه منظمه نساء سوريات، اشتغلت فيها لمده 4 سنوات. ما كنت بعرف شيء اسمه عن التمويل بهولندا وكل هاي الاجراءات. تعلمت خلال هاي الفتره بانه هن كمجتمع بيحبوا الاشياء اللي بتفيد مجتمعهم. يعني إذا بدك تعملي ملتقى ثقافي فلازم يكون ملتقى ثقافي سوري هولندي يفيد المجتمع الهولندي ويفيد المجتمع السوري. مثل هيك شيء صار إنه هو بس كتبه عربية، وكان في دار نشر وحيدة هي هولندية اللي شاركت معنا دار ماس، أما كل الكتب الباقي فكانت عربية أو مترجمة عن اللغات الأخرى ولكن دور عربية، فما بيتم تمويله من هولندا. أضيفي إلى ذلك حتى المسرحية لما تكون بس بالعربي ما بتتمول إذا عملتي مسرحية للجمهور،
إذا النشاط تبعنا كان كله جمهوره هو عربي. نعم حقيقة. نتمنى أن المرات القادمة نقدر نجمع الجمهورين بنشاط، ولكن بياخد وقت أطول وأنت حاجة لترجمة. أتمنى لكم التوفيق. للأسف انتهى وقتنا، شكرا على الحديث الممتع. كنت معنا عبر سكايب من هولندا أرى الجرمان إدارية في دار البيت السوري الهولندي. شكرا لك. البيت السوري الهولندي عامر بجهودكم، شكرا كثير لكم، وشكر شكرا موصول لك اللي كانوا معنا بحلقة اليوم. بذكركم بتقدروا تزوروا موقعنا على الانترنت سوريا.tv، وعلى منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام. شوفونا بكرة بنفس الوقت. إلى اللقاء.